هذا وقد أكدت عائلة البن فلاح أن المحاولات البائسة واليائسة لنشر الفتن والترويج للأكاذيب لم ولن تزيد شعب البحرين إلا عزما وإصرارا على المضي قدما بمسيرة الخير والنماء بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى. دانت العائلة ما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب وافتراءات، ومؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى.